أذهب معكم الآن مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة إلى الإسكندرية، حيث المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد انتهاء قرعة الدور قبل النهائي في البطولة العربية، ونتابع جانبا منه الآن. على فكرة مباريات الدور قبل النهائي تبقى الساعة 8 عشان يبقى كله عارف المباراة تقام الساعة 8 مساء. وانا برضو يعني انا ممكن سؤال مني انا للحاج محمد انه يوضح للناس الريجوليشن في حاله التعادل او وصل لي هيحصل ايه، فبعد اذنك توضح لهم. طبعا الان المباراه المقبله بعد خروج المغلوب، طبعا اذا كان تعادل بعد الوقت القانوني 90 دقيقه نلعب وقت اضافي مرتين 15 دقيقه، واذا استمر التعادل نلجا الى ضربات الجزاء ان شاء الله. تمام، يعني هناك وقت اضافي في حاله التعادل، في بعض الاحيان بيبقى في تعادل وضربات الجزاء على طول، هنا في البطوله في وقت اضافي. مين تاني؟ بس انا عايز تسال سؤال تاني. طب خد المايك ولا المايك مع حد؟ لا انت ليك الاولويه، انت ليك الاولويه. يلا اتفضل. لا انت كابتن الشباب خلص صوته كده ككلمه اخيره. حابين نشكركم صراحه ونشكر اللجنه المنظمه لان جمعونا مع الاشقاء بكل حب، وهذه واحده من نجم البطولات اللي غطيناها. وكلمة أخيرة، مش عاوزين المؤتمر ده ينسينا هدف الكفاح. بس كده الراجل ده محترم. سأقول بالأولوية يلا إذا سؤال أخير نخليكم تشتغلوا مع الأندية. ممكن نعمل طبيعة الجوائز اللي هيحصل عليها الفرق الأربعة؟ طبعا هو موجود في الريجوليشن، كل فريق اللي يطلع من الدور الأول حيحصل على جائزة 100,000 دولار، بينما الفريق الأول الفريق اللي يطلع من نصف نهائي ياخذ 200,000 دولار، والفريق الفائز بالبطولة ياخذ 2.5 مليون، والثاني ياخذ نصف مليون. كل فريق دخل خد 25 ومجدي حنشوف ايش نعطي. السلام عليكم. في الاخوه تاع الانديه افضل منا احنا، تاخذوا التصريحات تبعهم. السلام عليكم وشكرا جزيلا.